استقبل سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أعضاء كتلة التفكير الاستراتيجي النيابية. وفي مستهل اللقاء رحب سعادة الشيخ خالد بن راشد برئيس وأعضاء كتلة التفكير الاستراتيجي مشيدا بدور مجلس النواب وجهود أعضائه وما يبدونه من مواقف وطنية وحرص على أمن الوطن وسلامة المجتمع. وخلال اللقاء تم استعراض الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بالإضافة إلى استعراض برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين بما يعود عليهم بالنفع ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع. وأعرب أعضاء الكتلة عن شكرهم وتقديرهم للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الجهود التي تبذلها من خلال تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة بما يسهم في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي. تكلمنا عن كثير من الأمور والتجارب والدفعة الأولية التي تم تخريجها من هذه يعني السجون المفتوحة، وشفنا أن هذه يعني هي أعطت فرصة جديدة حق المستفيدين من هذه السجون المفتوحة، وأن أعطتهم يعني مكنتهم أن أيضا يكون عندهم مهنة أو يكون عندهم شغلة ما بعد انتهائهم من فترة اللي كانوا موجودين فيها في هذا المكان. وأيضا اطلعنا أن احنا شفنا أن في كثيرين قاعدين يستفيدون وقاعدة تتغير سلوكياتهم، بالعكس قاعدين يصيرون يعني مشاريع منتجة ويكون عندهم هدف ويكون عندهم شيء مباشرة من يطلعون يكونون يعملون فيه. شفنا أن هذه التجربة يعني رائدة، وأن مملكة البحرين يعني من الدول اللي قليلة في العالم عندها هذا النوع من التجربة، فإحنا يعني نحيي هذا الشيء ونشجعه وإن شاء الله يكون بيننا تعاون كبير بإذن الله. احنا دورنا ندعم توجهات وزارة الداخلية في تطوير واحتواء هذه السجناء من عقوبات بديلة من السجون المفتوحة الحالية موجودة، ونقل نوعية لسعادة الشيخ اللي ربما احنا شهدنا تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة وتقبل الشارع لها، وان شاء الله احنا بنكون يعني مستمرين في دعم هذه الجهود المبذولة من وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية.